السلام عليكم الأصدقاء ومتابعي قناة عادل أفريم، تحية لكم. الفيديو ديال اليوم على ميناء طنجة المتوسط المتواجد بالقصر الصغير. اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا على موضوع الهجرة الغير شرعية اللي كعرف هذا الميناء، وحلم الكثير من الشباب بالعبور إلى الضفة الأخرى نحو إسبانيا. إذا كنت أول مرة كتشاهد القناة نتمنى تشترك معي وتفعل الجرس باش يوصلك أي جديد، وما تنسوناش بواحد لايك الأصدقاء. الكثير والكثير من الشباب المغربي اللي وهموا بأنه إلا جاء القصر الصغير واستطاع يتسلل الميناء طنجة المتوسط بحكم القرب الجغرافي ديال الميناء من إسبانيا، واستطاع يتسلل ودخل هذا الميناء وتمشي لشي باخرة، راه غادي تمشي نحو أوروبا وغادي توصل وتحقق الحلم ديالك. وهذا أكبر غلط كنقولو لكم لهذا المنبر. هذا النوع الأول كيضرب على الكرياج، يحاول يتسلل الميناء ويجي للكرياج. أما النوع الثاني أخطر حاجة هو اللي وهمه يجي سباحة ويتسلل الباخرة ويجي لها على بعيد كيلومترات عديدة. وأكثرية حالات ديال التسلل ديال هاد الحراقة هادو كيبغي يجيو بالليل، زعما راه ناعسين، راه الناس راه ما يردوش البال، راه الظلام ما يشوفونيش. وهذا أكبر غلط اللي راك ديرو في بالك يا أخي الحراق، بأنه ورا الناس راه ما كيناش، راه ما مسوقاش. الميناء كله كاميرات وكله سيكوريتي، ولهذا راجع الفكرة ديال. أما النوع الثالث راك يحاول يتسلل عبر الشاحنات، الرماياك، الباشية والفريغو، ويحاول يتسلل يجي الميناء وما عارش باللي كاين مخاطر داخل الميناء. مثلا إذا عليك شي كونتونير أو لا تكون متسلل تحت الشاحنة ويطيع عليك شي كونتونير أو لا يبعجك شي رموك من تحت، راه هادي واردة. وكثير ديال الحراقة راه لقاو المصرع ديالهم بحال هكاك من تحت الرموكة وطحناتو، أو لا طيح عليك كونتونير. بزاف ديال المخاطر كاينين. وبخلاصة اللهم قاس أحسن من كذاب، راه غادي تشد يا أخي، سواء قصدي على الكرياج ولا جيتي بالعومان كيما وهموك داك المؤثرين. لو غادي تدخل من هنا تدخل من ليه، راه غير كذبوا عليك، راه إلا قاومتي غير كاين تدخل ديال رجال الأمن عاوتاني. يعني هذه الفكرة اللي كيوهموكم بها، راه غادي إلا جيتي للميناء ودخلتي راه غادي تحرك توصل، راه فكرة غلط يا أخي الحراك. اخر الفيديو كنتمنى يكون الميساج وصل لهاد الفئه هادو، واخا انا عارف اللي فراسك راه فراسك، كنتمنى نكون وصلت لك المعلومه بواحد الطريقه مبسطه.